ومعنا للحديث عن استهداف الناشطين في العراق وموقف السلطات الحكومية منه من برلين الناشط السياسي الأستاذ علي الشعلان. مرحبا بك معنا سيد علي. مرحبا أخي، السلام عليك وعلى متابعيك الكرام. أهلا وسهلا بكم. في خبر جديد يتحدث عن استهداف ميليشيات لمنزل أحد الناشطين في قضاء الغراف بمحافظة ذي قار. على ما يبدو أن مسلسل الاستهداف للناشطين والصحفيين متواصل، بماذا تفسرون ذلك؟ نعم أخي أستاذ يونس، التفسير الوحيد لهذه القضية أخي هي الطغمة الحاكمة في بغداد، السلطة الحاكمة في المنطقة الخضراء وميليشياتها وعصاباتها وما يسمى الحشد الشعبي، الحشد الطائفي. هذا هو من يضع الخطط والترجمة للخطط لقتل الثوار وإسكات الثوار الشباب الأبطال سواء من تشرين إلى هذا اليوم. إحنا كل محافظاتنا منتفضة، كل شبابنا سواء في كربلاء المقدسة أو في بابل المقدسة أو في الناصرية أم الشهداء، نسمع يوميا أخي قتل شبابنا الأبطال المتظاهرين. هؤلاء الطغمة الحاكمة أخي وميليشياتهم القذرة يريدون إسكات صوت أي عراقي شريف يريد استرجاع العراق إلى مسار الطبيعي العربي الطبيعي، ويريدون دائما العراق تحت هيمنة الفرس، الفرس والعدو الإيراني البغير. نعم حضرتك. أستاذ علي، ماذا عن ملفات التحقيق باستهداف الناشطين منذ تشرين أول 2019 حتى اليوم؟ ماذا جرى بها؟ لماذا لا يكشف عن تلك الملفات وعن المتورطين والجناة الذين ارتكبوا الجرائم بحق الناشطين؟ نعم أستاذ يونس، أخي لو تكون هناك سلطة ودولة في العراق وحكومة وطنية من بذق من رحم الشعب العراقي يوجد تحقيق عادل وشريف ونزيه، وكان ما وصلنا إلى هذه المواصيل من 2019 ثورة تشرين المباركة إلى هذا اليوم. إذا هذه الطغمة الفاسدة الأحزاب الذي تحكم العراق حاليا هي عبارة عن عصابات أخي، يعني هي نفس العصابات تقتل وتلبس لنا البدلات والقوط وتطلع بشاشات التلفزيون يسمون نفسهم سياسيين وحكومة اجوا لإنقاذ العراق واحنا ما شفنا إنقاذ العراق. احنا من اجوا هؤلاء الشردمة من 2003 لحد هذا اليوم احنا فقط استنزاف ثروات العراق، قتل الشاب والطفل العراقي والإنسان العراقي، قتل الأرض العراقية، استنزاف الاقتصاد العراقي. لا توجد أخي ملفات هذه، يعني احنا نسأل حضرتك وين قضية ريهام يعقوب مثلا، الشهيدة ريهام يعقوب؟ وين قضية الشهيد البطل صلاح العراقي؟ وين قضية الشهيد البطل أحمد عبد الصمد؟ وين هذه الملفات اللي وعدوا أنا ما أسميهم رؤساء وزراء، هذول رؤساء عصابات استحوذوا على السلطة. هذه الحقيقة أخي، علينا أن نسمي الأمور مسمياتها. هذول عصابات اجت مع الاحتلال الأمريكي وسيطرت على السلطة في العراق وسيطرت على مقدرات الشعب العراقي. هذول أخي لا يوجد لديهم كشف لحقائق، هذول هم من يطمس الحقائق، هم من يقتل الإنسان العراقي، هم من خلى العراق يتشرذم من 2003 إلى هذا اليوم. إحنا في دوامة القتل، قتل الإنسان العراقي، قتل الشاب العراقي، قتل الاقتصاد العراقي، كل شيء يبت إلى الحضارة العراقية عليهم بتوجيهات من الطاغوت الأكبر في العالم خامنئي قتله. نعم حضرتك. طيب أستاذ علي، تواصل استهداف الناشطين والصحفيين بهذا الشكل يتناقض مع القيمة الحقيقية للانتخابات، وهذا ما يؤكد عليه الناشطون والصحفيون الأحرار في العراق، إنه ما قيمة حصول انتخابات في العراق في ظل تحكم سلاح الميليشيات وعدم توفر بيئة من الحرية والديمقراطية الحقيقية؟ نعم لا توجد أخي دولة في العراق، يعني شنو فائدة الانتخابات؟ يعني احنا نطلب من شعبنا العراقي وكل السياسيين المعارضين في الخارج وفي الداخل مقاطعة هذه الانتخابات اخي، هذه انتخابات لقيطة. يعني الانتخابات منو مثلا، شنو هي الاحزاب اللي نفس الاحزاب اللي جت بال 2003 واستنزفت ثرواتنا وقتلت شبابنا هي نفسها بالسلطة وهي بترشح نفسها هي وعصاباتها وهي هي وميليشياتها. يعني اي انتخابات؟ احنا عندنا ناس وطنيين، احنا عندنا ناس عملاء اجوا قوة السلاح الايراني
واستولوا على السلطة. فشو يعني على الشعب العراقي أن يفهم هذا أخي. هذه الانتخابات لا وجود لها، لا حقيقة لها أخي. هاي الانتخابات انتخابات باطلة لقيطة. على الشعب العراقي مقاطعة هاي الانتخابات، على الشعب العراقي مقاطعة هاي الانتخابات. ولا يصدق بكذبة الانتخابات. وين الانتخابات؟ يعني مثلا من حيجي الانتخابات؟ كتلة عمار الحكيم مثلا، لو كتلة حزب الدعوة اللي عاف فساد في العراق ما منه فساد، لو مثلا هادي العامري مثلا اللي حيجي للسلطة هو وعصاباتهم وأحزابهم القذرة. على الشعب العراقي مقاطعة هذه الانتخابات. نعم. ولا يمشي وهم الانتخابات نهائيا. نعم. أشكرك جزيلا الأستاذ علي الشعلان الناشط السياسي، كنت معنا عبر سكايب من برلين.